موزيك اف ام تبع الموجة. مرحبا بك. اهلا وسهلا. يعطيك الصحة، شكرا على قبول الدعوة لحضورك معنا اليوم. نتحدث على الدعوة هذه. شكرا لك. نتحدث على تصريحات نيكولا ساركوزي خلال زيارته لتونس، وحتى على تصريحاتك أنت اللي جيت على إثر زيارته لتونس وبعض الآراء اللي صارت في خصوص زيارته لتونس. دابوغ فكرة تنظيمية شوية وشكليا، معناها شكون اللي استدعى نيكولا ساركوزي لتونس؟ نداء تونس وإلا هو طلب أنه يجي؟ عكس تماما، معناها من شكون طلب؟ من الحزب ولا من الحكومه؟ طلب راس الحكومه رسميا باش يجي، يحب يزور تونس باش يساندها بعد الهجمه الارهابيه اللي صارت عليها. ونعتقد انه ثم جانب ايجابي جدا في زيارته لتونس، انه هو كان موجود، وحنا تو في الوضع هذا الصعيب ياسر اللي قاعدين نعيشوا فيه في تونس، اللي تونس ثم دعوات اوروبيه انه حتى واحد ما يجيها، انه يجيك مسؤول اوروبي في المستوى هذاك ويحوس البلاد العربي ويعطي صورة. يمكن كان نعملوها دعايه لازم نخلصوا عليها برشا فلوس باش على مستوى اوروبا وعلى مستوى فرنسا. السيد هذاك رئيس حزب ربح الانتخابات الاخيره في 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 فرنسا، وتقريبا عنده السلطه الجهويه والمحليه اللي هي تتحكم في السيل نتاع التوريست، انه يجي لتونس بعد ضربه ارهابيه خلات مليون شخص تونسي اللي هما الان كان الرزق نتاعهم مهدد في السياحه. وبالطريقة هذه معناها احنا نفكروا في المسألة هذه ونفكروا في مصلحة البلاد، واحنا مش نحاولوا كحزب. في نالمو جاء بدع، هو طلب باش يجي جاء كحكومة، جاء للحكومة ولا جاء للحزب؟ مش واحد يجي للحكومة الحزب، جاء تونس هو يطلب المراسلة، يطلب مراسلة انه يقابل رئيس الجمهورية، قابل رئيس الجمهورية يطلب عمل مراسلة باش هو يمشي البرلمان شو اسمه الباردو، متحف باردو، ونستقبلوا النائب الاول لرئيس البرلمان سعاد فتح مورو، والنائب الثانيه وزيرة الثقافه. ومن بعديك معناها احنا عندنا اتفاقيه نتاع تعاون او مشاريع تعاون مع الحزب اللي هو حزب الجمهوري الريبوبليكا، والحزب هذا معناها قابلناه بدايه من 18 احنا وفات في الجانب الاخير من زيارته، وين صار اجتماع ما ثم في حتى تصريح معناها مشكل. واحنا الناس كي نجيبوهم احنا ما احناش نحبوهم يكونوا يفكروا كيفنا ولا احنا نفكروا كيفهم. كي واحد يعمل تصريح يكون هو مسؤول عليه، احنا فيما يخصنا احنا تصريحاتنا واضحه ومحدده. وفي الواقع في الموضوع اللي حكيوا عليه انتم، انا مش نعملوا انتيسيباسيون على السؤال اللي يمكن الثاني بخص الجزائر. احنا البارح برك انا قاعد مع مسؤولين جزائريين، قاعد مع مسؤولين جزائريين والامور على احسن ما يرام. لذلك اللي هما معناها قيموا الهلول انه يمكن تصير مشاكل معناها مع الجزائر ما ثماش، رغم اللي انا نتوقع انه من حق كل التونسيين الاحداث تقرالي في افكاري سي محسن وتقرالي في الاسئله نتاعي. معناها لا 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 حبيت نقول ما خاطر العمل صاير. خلينا نسال النقطه، معناها كي بديت تحكي لي على زياره نيكولا ساركوزي وكيف جا لتونس وغيره وهيلوله ومشى للاسواق وندرى شنو، وكانه المنقذ نتاع السياحه، معناها الوغ مش نيكولا ساركوزي كهو ينجم يكون كلمه المنقذ نتاع السياحه. هي استنتاجك معناها بارك الله فيك، استنتاجي الشخصي. نطرح عليك السؤال وانت تجاوبني عليه. لا لا مش منقذ، لا قلت احنا توا وندعو كل الاحزاب بالقصيد. حتى الان جوبي نجم يجي ومش يجي، حتى هو يجي مش قبلوه مش استقبلوه. جا في يوم مش جا لجوبي، ولا جوبي مش نزوه زاد حتى احنا ان شاء الله السوسه معناها باش يوقف ثميك. وكل الشخصيات وندعو كل الاحزاب التونسيه اللي تعمل سياسه وتخمم في شعبها، معناها اللي تخمم في شعبها وتخمم في وضع الصعب هذايا. كان عندهم علاقات دوليه طيبه يجيبوا الناس هذوما، يجيبوهم لتونس. راهي تونس محتاجه ان تزورها الناس توا، تعمل دعايه لها. لا يجب ان ندفع تونس للعزله. تونس توا ولات المره اللي فاتت نسمع حتى نشاط رياضي، ولات الناس تحبها في الجامعه الافريقيه يظهر لي نتاع الكره الطايره يحبوا ينحيوه. قال شنو قال؟ مش متوفر الضمانات نتاع الامن. احنا وصلنا للمستوى هذايا، وضعيتنا بعد الهجمه الارهابيه اللي كانت صعيبه شويه. يلزمنا الناس الكل نلعبوا دورنا، احزاب وحكومه، باش نكسروا العزله اللي حبوا الارهابيين يحطونا فيها، ونجيبوا كل الشخصيات الدوليه الممكنه. معقول جدا. هوني في نقطه تصريح نيكولا ساركوزي، انت كنت تقول انه العلاقات طيبه مع الجزائر، ربما العلاقات الدبلوماسيه علاقاتنا وغيره. اي علاقات، اي سيغتانمون. لكن صحيفه البلد الجزائريه مثلا اليوم قال ساركوزي يعد الجزائر بخراب مثل ليبيا، وقالت أن ما صدر عن الرئيس الفرنسي السابق يعد استفزازا واضحا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية الجزائر وتشكيكا في مستقبلها. كما عنا بعض الجرائد التونسية زادة ما شاء الله ساعات أو أنا كنت أسمع في حما جاي، كان معناها يظهر لي نصف الانترفيو متاعه عامله يتشكى من جريدة الشروق ماكا ولا سمعت بيها أنا وانتي معناها رديته شوية. عنا جرى وكان قال مش معقول وكذا. احنا يهمنا المواقف الرسمية الجزائرية. أنا كما قلت لك البارح كنا مع بقوسين راهو نيكولا ساركوزي حسب ما سمعت من الأخوة الجزائريين مش يزوروا الجزائر قريبا جدا. وعندهم علاقات ببعضهم.
وهذم علاقات ما بين بعضهم موجودين. احنا يهمنا علاقاتنا علاقات طيبه. اي علاش يجي لتونس يصرح هذا التصريح واحنا علاقاتنا كما قلت انت لازم نحافظوا على علاقتنا بالجزائر خاصه وانه احنا عندنا هدف مهم جدا اللي هو الحرب على الارهاب. سي محسن ما فيها باس انه معناها المره الجايه تو كان سي فرصه تسالوه معناها ساركوزي ونفسه على الصرح خاطر ثم صحفي سالوا اكيد وجاوب على سؤاله هو مش قاعد واحد تكلم ثم صحفي سالوا اعطى الراي نتاعه هذاك. انا الراي هذاك قالوا على تونس راني اعتبرته ايجابي جدا لو كان قال انه تونس هو قال من بعد قضاياها الكبرى ومستقبلها ما يلزمش يطرح في اطار تونس برك يلزم يطرح في اطار المتوسط. احنا محتاجين لذلك لانه الحرب اللي نخوضوا فيها على الارهاب في تونس ماشي حرب تونس برك احنا قاعدين نحميه في تونس في الحضاره العالميه وفي الحضاره المتوسطيه اللي نحاربوا الارهاب. احنا قاعدين في تونس وقت احنا قاعدين نقاتلوا في الارهاب قاعدين نحميه في البيوت الفرنسيه ونحميه في الامن الالماني ونحميه في الامن الايطالي وهذا قلنا لهم اكثر من مره. يعني مش تعاونونا مزيه انتم تعاونوا فينا خاطر نحاربوا في نفس الحرب. لذلك مشاكلنا نتاع التنميه مشاكل الهجره ومشاكل التنميه ومشاكل محرك الارهاب كلها مشاكل لابد ان تطرح على مستوى المتوسط. هذه هي فكرته طبعا المفروض يقولها على تونس خاطر في تونس سالوا الصحافي على موضوع ليبيا وعلى موضوع الجزائر هذا رايه الشخصي. احنا اللي يهمنا بمخوض الجزائر هو ما يلي امن وامن الجزائر وهم بعضه هذا يعرفوه الجزائريين نعرفوه نحن علاقات التنسيق ما بيناتنا قائمة اليد اللي مش تمتد الجزائر من تونس كنا التونسيين مش نتفنوا في قطعها والحمد لله أنه ثم شيء إيجابي يظهر في المسألة هذه أنه الوطنية التونسية على الأقل في الإيجابي حول الأسئلة اللي صارت حول ساركوزي أنه يعجبني فيها أنه ظاهر أن الوطنية التونسية سليمة وخاصة الوطنية في علاقة مع الأخوة الجزائريين ورغم الناس اللي يحكموا تونس توا ناس علاقاتهم باللي ناس يحكموا في الجزائر أوثق من تصوروه. أن نحكي لكم حاثة برك كل رئيس بيجي قاسبسي ما يحبش يحكيها لخطره يتعفى المسائل هذية في علاقاته بالمجاهد والرئيس الحالي للجزائر عدد بوتفليقة أنه كان يتخبى في داره في تونس وقت الوقت فرنسا. يعني هذا الناس تخباوا كافحوا مع بعضهم علاقاتهم علاقات قياس. البارح الشخصية الجزائرية اللي قاعدة نوياه يقول لي احنا ما يجمعناش برك قضايا الجوار جمعنا قضايا التاريخ وهما يعرفوا شنو التبادل بيننا وبينهم وعلاقاتنا معهم على احسن مستوى. اي توسي سي محسن لذلك انا نقول انه هالمساله زوبعه في فنجان. طيب الردود هذه والتفسيرات وتلازيت انت باش تجي وتفسر النقاط هذه وغيره لانه جاني كولا ساركوزي وقدم التصريحات هذه كنا نجموا نكونوا في حل عنها خاصه انه حتى الميديا في فرنسا تحدثوا على الحكايه هذه وعلى تصريحات ساركوزي في فرنسا توعب عليه كان يمشي يفسر قدام فرنسا وحتى انه ساركوزي بدا لا كومباني الكتورال نتاعو من تونس معناها هو جاك لتونس معناها انت شنو محتاجه ليه دايا شنو يخسيب والناس يجونا واحد يجي لتونس انت محتاج ليه باش يعمل دعايه لبلادك تقول بلادي يزوروها الناس ولا بس عليها وفيها معناها احنا احتاجنا نيكولا ساركوزي باش يعمل ساركوزي الناس كل الناس كل الناس كل ساركوزي وغير ساركوزي نحكيوا على ساركوزي سامحني سامحني غدوه كان يجي كاميرون مش قولوا كاميرون ما نقبلوش على خاطر كاميرون معناها شارك في الحرب ضد ليبيا وشارك في الحرب ضد سوريا ويجي هولندا زاد سامحني وزير اول عنده معناها خدمه ويجي هولندا رسميه مش كما لا سامحني علاش رسميه ساركوزي مازال ما عندوش منصب في الدوله هو رئيس هو اي رئيس حزب اللي هو حزب عنده طو اغلبيه ونيفو ديبورتمونتال وهذه راهو نظام ديمقراطي قاعد يجيك رئيس حزب كيما كيجم يولي غدوة رئيس جمهورية مرة أخرى لكن بالطريقة هذه إذا كل واحد عندنا معها مشكلة في التفكير معها ما نجيبوش تونس ما عادش نجيبو حتى واحد أوباما ما نجيبوش خاطر الحرب في سوريا والحرب في العراق الآخر ما نجيبوش خاطر شو اسمه كذا اللي دنوا ما نجيبوهمش لا المال ما نجيبوش خاطر حكاية سوريا ولا أخيره ونسكروا المطار نتاع تونس ونقعدوا نتفرجوا على بعضنا هذا ما يجيش العلاقات الدولية علاقات راهي شوية معقدة شوية بديت لي في فكرة مهمة جدا قلت لي احنا محتاجينه احنا محتاجين الجميع كل شخص معناها يجينا الان ويزورنا ويكون شخصيه اوروبيه معروفه ويجي احنا محتاجين له مره اخرى احنا تفكيرنا فك المليون شخص اللي عايش من السياحه الناس هذوك من الموسم تاعهم 4 شهور الناس هذوما نهار في اكتوبر وفي في نوفمبر ما نعرفش منين باش يصرفوا انا نعرفهم نهار كل قبل فيهم يحكيوا كي يجين معناها نجيبوا شخصيات هذا جبناه اليوم نستناو في الناس الاخرين دونك محتاجنا في الحاله الانتخابيه يجيبوا لنا الناس مش بالضروره يدعيوا لدرشنيه ولا غيره يجيبوا لنا الناس يعملوا هو اكيد انه محتاج لنفسه انه يعمل دعايه كل السياسيين يعملوا مثل هذه حاجه عاديه جدا بالتالي هو محتاجنا في الحمله الانتخابيه نتاعو اللي بداها الحمله الانتخابيه وتو غدوه كان يجينا جو بي اللي هو زاد معاه مش يحتاج حملته الانتخابيه وكي يجينا الرئيس اكس يحتاج حملته الانتخابيه انا ما يهمنيش في هذه يهمني مصلحتي انا انا هوني لاني جمعيه خيريه ولاني جمعيه دعويه احنا هوني قاعدين نمثلوا
في مصلحة الشعب التونسي ومثله في المصلحة الوطنية متاعنا. هذا هو اللي يهمنا، وأنا أعتقد أنه كلنا متفقين في هذا، مع أنه احترامي الشديد لكل الأراء المخالفة، وكي تسمح للأراء المخالفة هذه أن نبدأ فرحان، خطر هذه أكد أنه طيب. إحنا قاعدين ماشي في اتجاه سليم. بالفعل شنو هو البيلان تاعك سي محسن لهذه الزيارة بعد نهايتها؟ أول شيء أن هي ثم جانب مهم جدا، أنا شفت ردود الفعل في برش حوايج على مستوى في فرنسا، الناس قاعدة تقول أنه والله العظيم إذا كان فلان قاعد يحوس البلاد العربي ويحكي مع الناس ويسلم عليهم، يحب يقول مثل ماشي مشكلة كبيرة متاع أمن، علما أنه تولى سوق للسياحة التونسية ساركوزي كي جال تونس، هو وشاء الله ناس أخرين يسوقوا للسياحة التونسية ويسوقوا لتونس. وثانيا أن نحن مش محتاج هو للتسويق الروحو في فرنسا شوية زي نعم؟ معنى ما عندوش شعبية كبيرة في فرنسا نيكولا ساركوزي رئيس الحزب اللي فاز بالانتخابات الأخيرة، على عارف فاز بالانتخابات الأخيرة ومعناه وكانت فوز كبير جدا مقابلة بما تقريبا اعتبروه هزيمة تاريخية للحزب حزب الأخ، يعني معلقة طيب بقوسين ومش نستقبلوا من الناس قريبا، خاطر احنا كما صارت في أمريكا، كي مشينا لأمريكا قامت القيامة، وغدو مشينا لروسيا وكا ثم التوازن. المهم نحب نقول أنه في كل الحالات، في كل الحالات احنا الجانب الثاني احنا عندنا علاقات مع الحزب الجمهوريين لريبوبليكا اللي هو علاقات نحبوها فيها ثم تبادل مسير ما بين النواب، وفي ثم الحاجة ما ننساوهاش أنه روحنا كي قابلناه ساركوزي قابلناه باعتباره رئيس هذا الحزب اللي جاب ديليغاسيون كبيرة متاعه، وثم حديث في هذا الموضوع أعتقد أنه أمور إيجابية ومش نحاول نعمقوها. ومرة أخرى أدعو الأحزاب اللي عندها علاقات دولية أنها تجيبك الناس اللي تعرف مع المستوى الدولي، طبعا يجيبون باش مش يحكيوا لنا على المسائل نتاع تغيير نمط المجتمع التونسي وغيره، لا يجيبون الناس باش تكون الصوره نتاعهم في تونس هي صوره ايجابيه وصوره انها تخلينا نقاوموا شبح العزله وخطر العزله، وتونس ما تقعدش وحدها. بالنسبه للجزائر هما يعرفون احنا ايش قاعدين نعملوا وحنعرفوا مش قاعدين نعملوا، والعلاقات تبادل بينا بينهم على اعلى مستوى، وما ثم حتى واحد مش يفسد العلاقات هذه ان شاء الله. الدليل على ذلك 200 مليون دينار القرض اللي بنسبه هذه تسمى تفصيل في العلاقات هذه. ثم توا ثم اشياء اكبر بياسر من هذه، وثم تبادل اكبر بياسر من هذه ما بين تونس والجزائر، واحنا نعرفوا انه في سواء كان في الموضوع الليبي ولا في الخيارات الكبرى حول المنطقه، تونس وقت خذت خياراتها كانت خياراتها تحترم بالاساس العلاقات التاريخيه وعلاقات الجوار مع الجزائر. باهي واضح جدا. خل نختم معك لقائنا اليوم باللقاء اللي جمع البارح الرباعي، اي شفت كيفاش يتعدى في ساعه الوقت. دونك بصح احنا هذه الموضوع المهم تو في تونس معناها غير مالش لا، خل نتحدث زاد على موضوع اخر مهم، اللقاء بين الرباعي على مونجلتي الرباعي الحاكم البارح يا سي محسن مرزوق اجتماع البارح للحديث مع سي الحبيب بسيد، وتحديدا على المبادرة التشريعية ربما اللي قدمها سيد الباجي قائد سبسي، وفما حتى في الائتلاف الحاكم شكون مش موافق على هذه المبادرة التشريعية فيما يخص قانون المصالحة الوطنية. فما إمكانية أنه يتم مراجعته وتم مراجعة الفصول متاعه حسب الأراء متاع الناس اللي تحدثوا حتى التو، لأنه قبل حتى ما يتم عرضه على مجلس النواب ديجا بدأ الحديث فيه. معناه هو مشروع قانون ولا هو مشروع؟ مشروع. والمشروع معناه مش ناقش في مجلس النواب، وأكيد معناه يمكن نزيدوا الفصول ويجب نحاوروا فصول. لا قبل معناه طرحه على مجلس النواب وارد ما نتصورش نتصور أنه، لكن في مجلس النواب اعتباره مشروع لازم يصير فيه نقاش. يعني أنا مثلا نقترح إضافة شيء فيه، يعني معناها نعتبر زادة من الأحزاب المكونة والحكومة، إذا مش حزب مكون الحكومة أعتقد أقترح أنه نزادوا فيه مسألة أنه كل الأموال السائلة التونسية نقدا مش بالضرورة العملة الصعبة اللي مثلا موجودة عند الناس اللي خدموا في أنشطة يسميهم مثلا أنشطة التبادل التجاري بين البلدان مثلا الشقيقة خارج واللي كلها تصير بالكاش ويقولوا تهريب مثلا، هذه ثم ناس عندهم أطنان من الفلوس كاغط ما يدخلوش القطاع البنكي، علاش؟ خاطر خايفين. نعملوا زاد الصلح معه على أساس نسبة يخلصوها ويدخلوه من الفلوس هذوك من القطاع البنكي لأسباب. أول شيء الفلوس اللي تبدأ وحدها سايبة خطيرة جدا، وثانيا لأنه البلاد محتاجة أن القطاع البنكي يصير فيه عملية ضخ الأموال، هذه إضافة نجم نزيدوها. لكن أعتقد أن الحوار حول محاولة القانون هذا باهي طالما يحصل في إطار مجلس النواب. شنو رايك في الناس اللي تعتبروا انه ربما تبلفيت شويه هكا لمسار العداله الانتقاليه، وانه محور مهم وشابيتخ مهم من العداله الانتقاليه تخذي وتخدم في اطار هذا المشروع؟ لا معناها العداله الانتقاليه ولازم المصالحه والمكاشفه قبل. لا معناها ماشي حتى شيء ما يوقف حتى شيء، ولكن ما نجموش نوقفوا البلاد نحطوها ستوند باي حتى لين يبدا مسار العداله الانتقاليه، على خاطر هذه المسائل هذه تمس الاقتصاد وتمس صغيره، لذلك اعتقد ان المصالحه في كل حالات هي المبدا،
والعداله الانتقاليه مسار يجي يكمل اشياء اخرى، خاصه اذا رجعنا لفلسفه العداله الانتقاليه الاساسيه اللي هي هدفها انه لا تكرر جرائم الماضي في المستقبل، واعتقد انه ما تمش حتى اختلاف الموضوع هذا. طيب جدا، شكرا لك سيد محسن مرزوق امين عام حزب نداء تونس، ونشكرك على حضورك معنا. بارك الله فيك على الدعوه، شكرا لك على قبولها، تحيه لك.